بلوف سنتر الراقي، ها أنا ذا أحييكم عاشر البلوف عزيزنهم من قلب طشقن عاصمة أوزبكستان. الناس هنا يضحكون كثيرا. خطير مكير هني، تشوف القدر، ها خلصت القدر، القدر الثاني خلص. ان شاء الله. شوفوا هني، ها والله لا يمل، مناظر لا يمل منها هنا في تشقن مع هذا البلوف الخطير. ما اعرف يوجد كذا مطعم شعبي يقدم البلوف، بلوف سنتر اسمه، هذاك اللي يسيروا العراب، يعني كبير ضخم لكن احس انه اكله مو بذاك الزود. وهذا المطعم بيش جوزان كذلك سنتر بلوف ايضا، وقدم البلوف بشكل عصري وحديث، وهو مطعم على مستوى عالي جدا في طشقنت. عليكم بهذا المطعم بش البلوف. ود بوتيتو ود هذا ستيب سوك يا سلام. شوف الحمد لله شوف شهي شهي هذا البلوف الخطير. شوف يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. شاهدوا هذا هو طبق البلوف التاريخي الرهيب جدا. هني الحجية تسلم عليكم، خدمنا بلوف هذا؟ بلوف سمركانسكي بلوف. ليش بتعرفوش؟ تعرفوش لحم غنم؟ ها؟ ها؟ ما في هوس هاوسه؟ في مطعم لسومسه بنشوف وياكم هلكنا ان شاء الله يبيض الوجه. سمرقند هذا؟ سمرقندسكي. والله هذا انا ثاني كاميرا؟ ذس ون. ثلاث انواع من البلوف الفاخر الماخر. اخيرا طحنا على مطعم بلوف وان شاء الله يضبط. هلكنا صراحة. في شيء بيخليني ارجع اوزبكستان فهو هذا البلوف. هذا اشهر الاكلات الاوزبكية، باراك بلوف تباكا شاشيك جز بز نمون. مطعم خان شبان هذا بعد من المطاعم المشهورة والجميلة جدا على غرار الشرشرة، لكن تقريبا شرشر خان شبان. هات الصورة تكون واضحة عندكم أكثر. شاهدوا الشلالات المتدفقة من مطعم خان شبان. عندهم القعدات هذه، شاهدوا العوائل يتناولون وجبة الغداء، أجواء رهيبة في الخان شبان. لا تفوتوا زيارة مطعم شرشرة حينما تصلوا لطشقت، وتابعوا تغطية مطعم شرشرة حتى النهاية. نصل إلى أحد أشهر وأجمل المعالم والمطاعم الطشقندية، مطعم شرشرة. يتشرشر، ها هو الماء يتشرشر من مطعم شرشرة. يا إلهي الأجواء جدا متشرشرة ورهيبة جدا، تدفق
المياه العذبة الصالحة للشرب، من ينابيع شرشرة الصافية في قلب طشقند عاصمة أوزبكستان. يا ستير، ما هذا الجمال وما أروع هذا الدلال. يا سلام، الرذاذ هنا يتطاير في مطعم شرشرة. ما أجمل هذه المناظر، شاهدوا الاستراحات والجلسات على ضفاف مطعم شرشرة. إن شاء الله، ما شاء الله، بحياتي ما شفت مثل هذا التدفق الرهيب. يا ستير يا ستير، يا رحمن، ما هذا الدلال، كل الدلال هنا الشرشرة. صراحة شيء جبار وخيالي. سمعت أنهم يتأخرون في الطلبيات، ولا كنت ممكن أقعد، لكن تتأخر الطلبيات بشكل، وأنا وقتي ضيق. لكن للأمانة خيالية الأجواء. مميز جدا وخلاب وأنيق وبديع. سيقدر تقعد هناك، تقدر تاخذ لك مكان هني في هذا النهر، نهر شرشرة الرائع جدا. أجواء البديعة الحالمة، شوف هذه الخضرة والجمال. مطعم شرشرة يعد يمكن أجمل مطعم أوزبكي، كنت نقول الأجمل، في فرق بين الأفضل وبين الأجمل، لكن ما ينصحوا فيه وايد، مثل مطعم سياحي تعرفون، لكن كقعدات جراء رومانسية كابلز وعندك ياهال يبغى يشوف الماي، عليك بهذا المطعم الأنيق. وقتي قصير ورحلتي الساعة 46 دقيقة من طشقند إلى سمرقند، العودة فقط 24 ساعة مكثنا في طشقند. يا سلام، ما أروع جلسات استراحة. يوجد مسرح كما تشاهدون، سبيكر وصخب، يعشقون الموسيقى والصخب. أنا ذا عائد وآمل بأن تستمتعوا.
هذا الفطير لازم نجرب اشوفه هنا في الفرن. ما شاء الله. لا لا نجربه. So no beef. Yeah. Huh? One samsa, 9,000 soon. Yeah, yeah. No beef. Inside beef or? Beef meat. Beef meat. Yeah, beef meat. Yes. No horse, huh? No horse, no, no horse. I want one. No horse, no chicken. No. Okay, I want one. One samsa? Yeah, but hot, please, huh? Here. Inside. What? Inside, huh? Yeah. Not outside. Ah. هذه الفطيرة مشهورة عندهم اسمها السمسة. شوف مع الصوص مالها. هذا واحد سمسر الحين وحده من داخل هذا هذا اشتري سمسر؟ One سمسر please. One؟ اه ياكت سمسر اكيم بي امتي؟ ماي نابوز ياكت بنوك اشتري سمسر؟ ماشي تجربة السمسر الأوزبكية السمرقندية. هذا المطعم ما اعرف اسمه بس من الاخر اعتقد اسمه لا بيغور. لا بيغور مطعم كذلك قريب من راجستان. نروح له.